كنت فين امبارح يا ده ابراهيم؟ ناجي باشا؟ لا مفيش، ده احنا نزلنا نتمشى شويه، اصل الجو كان حلو فقلنا نعمل شويه رياضه. وعملت شويه رياضه؟ للاسف شويه تمارين خفيفه، اصل الرياضه رياضه ممنوع هنا. تعرف يا باشا انهيار الاتحاد السوفيتي وسقوط الشيوعيه عمل حاله من عدم التوازن في العالم، ادى الى ما يسمى بالنظام العالمي الجديد اللي هو ايه بقى؟ تحكم القوه الراسماليه الواحده في مصائر العالم التالي، وكل ده بسبب البروسترويكا. ايه وادي الثقافه اللي حطت عليك فجاه دي؟ ده انت كنت تافه، ما تعرفش الالف من قوس الدور، انت جبت الكلام ده منين؟ اصل احنا عدينا على المركز الثقافي الروسي. والله بس الناس ايه يا باشا؟ ما شفتش حلاوه كده ولا طعامه ولا جمال في المركز الثقافي الروسي. ده انتوا قعدتوا بقى. ده احنا خدنا ودينا معاهم كتير، ده احنا قضينا الليله كلها هناك. كنتوا فين امبارح يا عبد الجليل؟ كنتوا فين امبارح؟ في قهوة العروبة يا باشا. قهوة العروبة ايه يا حيوان؟ ده كان المركز الثقافي الروسي. ما انا مش عرفني قهوة العروبة قلبت ثقافي روسي. انا مش بقول لك يا باشا ده جاهل، ده فاكر القهوة مركز ثقافي روسي. شوف ياض انت وهو. انتوا لا كنتوا في قهوة ولا كنتوا في المركز الثقافي الروسي. انتوا كنتوا في كباريه الصيع. وانا الحق عليا اللي نزلتكم بعد الساعة 8. وانت فكرك يعني يا باشا احنا رحنا الكباريه ده للمسخره وقله الادب؟ امال علشان ايه؟ لطلاق الحضارات، احنا لما نعمل تبادل ثقافي ما بيننا وبين الجنسيات التانيه ده بيوسع مداركنا، صح يا عبد الجليل؟ بيوسع مراكبنا. مداركنا. بيلسع مراكبنا. عليا الطلاق يا باشا، هم ستة بيرة هم اللي جابوا من الاخر معايا. يلا نجار انت وهو. النهارده النبطشيه بتاعتكم. وزاهر وتهامي هم اللي هينزلوا. يلا اطلعوا لفوق. الله الله. بالراحه بالراحه بالراحه. قهوه احمر. ايه يا جدعان في ايه؟ ناجي باشا كل اللي يهمه حد يقعد جنب الفلوس، اي حد. اسمع ابراهيم، ما دام ناجي باشا قال لك تقعد انت عبد الجليل بقى لازم انتوا اللي تقعدوا. يا جماعه احنا ننفذ كلامه بقى بالحرف الواحد. يا نهار مش اسمك يا جدعان، يا نهار مش اسمك ايه؟ انتوا ما سمعتوش ابراهيم؟ الله، ولا كنتوا نايمين يعني؟ الراجل بيقول 1000 دولار لكل واحد فيكم يقعد بس جنب الشنط ولازم حارسها. الله، ولا هو رزق اللي يبلع المجانين يعني؟ ما احنا كنا في مصر بنقعد نبرم كده على ربع المبلغ ده وما بلاقيهوش، ولا هو نفسي فيه واقول يخيب. يا عم دي عالم فارقه مش وشنا يا عم، احنا نقلع. يلا استنى بس يا ابراهيم، استنى بس. طب هنقول ايه لناجي باشا بس؟ يا عم يا حكايه ما تقول له اي حاجه، قول له قلنا لابراهيم ما جالناش مزاج ننزل، وكمان هو ناجي باشا فاضلنا ما قعد مربط مع المزه اللي معاه تحت وعايش الحدوته بتاعته. انجزوا. مبروك عليكم وعليك. يلا يا معلم. مبروك يا بقولك يا باشا انا خلاص مش قادر، انا عايز اخدك ونخرج بره المكان ده في حته انا وانت لوحدنا.
مش ممكن إبراهيم، أنا ممنوع يخرج من هنا خالص، لو حصل ده يرحلوني من سوريا تاني يوم. يا باشا أنا ماشي بكرة، أنا راجع مصر، خلي عندك دم بقى. اهدى اهدى يا إبراهيم، مش تعمل كده. طب أشوفك مرة واحدة بس، مرة واحدة نبقى أنا وأنت وعلينا باب مقفول، بدل الأشكال الزبالة اللي عمالة تبحلق فينا دي. أنت عارفة عشان أجي أشوفك النهاردة أنا دافع كام؟ $2000. عشان بس أشوفني دافع $2000؟ ليه؟ لزميلي في الشغل عشان يقعد مكاني. $2000 عشان يقعد مكانك ليلى؟ انت بتشتغل ايه يا ابراهيم؟ انا بشتغل مليونير. اهي الاه دي بقى هي اللي دفعتني $2000 النهارده. بقول لك ايه؟ ما تاخديش $2000 زيهم وتسمعيني الاه دي في اوضه. طيب اسمع يا ابراهيم، الليله دي مش هينفع. بقول لك ماشي بكره. بكره طياره الساعه كام؟ الساعه 6، بس لازم اكون في الاوتيل الساعه 3. كويس كتير، احنا ممكن نخرج من الهوتيل الساعة 2 الظهر. انا هقابل انت ودم الهوتيل بكرة وهنروح عند واحدة صاحبتي. انا عندي مفتاح الشاي بتاعها. نقعد ساعة مع بعض وانا ودع بعض، انت يروح مطار وانا ارجع للهوتيل. هنقعد ساعة واحدة بس مع بعض؟ ساعة ونص. اه لا لا، ساعة ونص ماشي. هو زي ما انا بقول لك كده يا معلمه، هم $20 اتفقنا يا بنت الناس. اهلا وسهلا، ما اتفقناش انت حره. وبعدين انا هاخدك مكان اكلك لقمه كده ارمي لك بيها عظمك، وبعدين نقوم رايحين على مكنه نقعد فيها ساعتين ثلاثه، واقوم هبق على المطار عشان عندي ميعاد طياره. ها اتفقنا؟ اتفقنا. اشربي يا معلمه كده وراح راحي. الحفلة بتاعت بكرة دي لازم تحضريها، مهمة أوي يعني. دي مش حفلة، دي ريسبشن للسفارة الأمريكية اللي عاملاه، وبعدين هيبقى في ناس من بلاد كتير هيتكلموا.